الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هل تعرف معنى كلمة الله يخليك؟ التخلي في اللغة يعني الترك، الله يخليك يعني الله يتركك والعياذ بالله. قال رجل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة: الله يخليك. فقال له الشيخ: إذا خلاني فمن يتولاني؟ فلتكن دعوتنا لمن نحب: الله يحفظك، الله يرعاك، الله يحميك، الله يرزقك. نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى صالح الأعمال، ونسأله من نشر هذا الكلام فائدة للمسلمين أن يفرج همه وأن يرزقه من حيث لا يعلم، وصلى الله